أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا تنصح طالب العلم أن يقرأ في كتب التوحيد؟ الحمد لله، يقرأ كتب السلف التي على عقيدة السلف. في كثير من كتب التوحيد، كتب الأشاعرة والمعتزلة تسمى كتب التوحيد، لكن كتب التوحيد الصحيحة هي المبنية على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.